شي بيقولوا إنه كريستينا بتحب شاب مسلم والأبونا شحطه مشان هيك قتله، وشي بيقولوا إنه كريستينا ما معها خبر بالقصة، وشي بيقولوا إنه معها خبر، وشي بيقولوا إنه كريستينا ما بتحبه بس هو بده إياها بالقوة، مشان هيك لجأت للأبونا. الأبونا وقف حدها، قرر يقتله لحتى ينتقم منها. هون قدامك دق قلبي لأول مرة، ولأول مرة حسيت إني بحب. هون قدامك قعدنا أنا وأحمد، حكينا وضحكنا وبكينا. قدامك وبحمايتك حكينا عن كل شيء وقلنا كل شيء. أنت أكيد إنه مالك شيء باللي صار، ما هيك؟ شاكك فيه ما هيك؟ طبعاً لك حق تشك فيه. ليش بدك توثق فيه؟ أنت ما بتعرفني. ليش كلكم بدكم توثقوا فيه؟ شو رح تعمل هلأ؟ قبل كنت انطر لأبونا ليرجع البيت لتروح تنام، بس هلأ مش رح يرجع. إذا قدرت تسمحني على الماضي ساعتها بصير فينا نعيش حياة حلوة، نعمل عائلة حلوة. كان ممكن لو خبرتيني من قبل وعطيتيني فرصة أني أفكر وأقرر، بس أنت قلتي ما هيدي واحد هبيل هو مغروم فيي، بكرة بالعرس بخبره بيسكت وبيستر علي ويسامحني. فهمي إنه مش أحمد اللي قتله. لك أنا مين؟ ما بعرف. بكرة التحقيق بين كل الحقيقة، بس أنت ليه عم تتهميه؟ ليش عم تشهدي ضده ومانك مأكدة من الموضوع؟ مش أنت على أساس صديقتي؟ مش أنت على أساس بتحبيني وبتفهميني؟ ليش افتريتي عليه؟ ليش عم تأذيني يا أدل؟ ليش؟ أنا بعرف أحمد كثير منيح. أحمد بخاف من هالمواضيع، عنده عقد من الدم من القتل، ولا ممكن يكون هو قتله. مين قتله لكان؟ ما بعرف. بكرة نطلع ونشوف. منكب الحبس شوية وقت وهيك منرتاح من الكمبيوليت ومنريح راسنا. ما بسمح لك تحكيني بهالطريقة جريس. هلأ صار يطلع صوتك؟ وين كان صوتك لما كنت مشطب مش قادر تفتح تمك حتى تقول أخ؟ مش أحمد لقيت الأبونا لكون أنا مشاركة بهالجريمة، ها أولاً بقيتنا مخلص. تانياً مش حتقدر تسافر لمحل، لا أنت مجوز ولا أنت مش مجوز، لأنك بدايرة الاتهام. أنا بدايرة الاتهام؟ طبعاً. بالتحقيق رح أحكي كل شي بعرفه وكل شي شفته. وهي كمان بتحبه. رح نلحق الكذاب على باب الدار، رح نعطي فرصة لعمك مثل ما طلب منا، وإذا اكتشفت إنهن عم يلعبوا فينا مش رح يكونوا مبسوطين أبداً. نحنا وين ونحنا مين؟ قولك غلط نحنا والله مظلومين. عم جرب حلك نحنا وين ونحنا مين؟ قولك غلط نحنا والله مظلومين. يمكن ضيعتنا يلي ربتنا حكمت علينا بالوهم نبقى مساجين. بعتذر منك بعتذر منك صعبان علي حياتي.
أصعب الحقيقة والأصعب الأيام خلف السعادة ليل وبكي وأوهام. صعب الحقيقة والأصعب الأيام خلف السعادة ليل وبكي وأوهام. شو غلطوا أهالينا قالهن أدرى فينا، شو غلطوا أهالينا قالهن أدرى فينا، حكموا علينا بالوهم نبقى مساجين. شو بك خيي مثل عنتر الواقف على سلاحه؟ ما بقى فيه انطر خيي، بنتي من هديك اللحظة عم تبكي، لا أكل ولا شرب ولا نوم وآخرتها. يا خيي قلنا لك عنده شغل، ما في يترك شغله لآخر الجمعة، وهالجمعة اللي مرقت كان عنده أعراس كتير ما قدر طلع. بس بيعرف يترك شغله بنص الجمعة ليبرم الست الحلوة بضايقته ويعرفها مطرح ما خلق وكبر ولعب، ما هيك؟ شو رأيك إنه سيارته كانت هون السبت والجيران شافوها وشافوه؟ شو قصدك انا عم بكذب؟ قصدي ما بقى في، شوف بنتي عم تنص قدامي كرمال ابنك الفالت على حل شعره. روق يا ابو سوسن روق. ابو احمد كل شيء الا سوسن وانت بتعرف، واللي بيحاول يأذي سوسن بقتله مين ما كان يكون، فاهم؟ معنا عمر بتوقيفك. تحت امرك سيدنا. عال تفضل معنا. انت بتطلع علي يا عايدة؟ اكيد رح طلع عليك. هيدا خير؟ أخدوه ناصر. مين؟ أخدوه، كبلوا له إيديه وأخدوه، اتهموا إنه هو القاتل. هو مش القاتل ناصر، هو كل جريمته إنه حب بنت من غير دينه. أحمد جريمته إنه مسلم حب بنت مسيحية، وكريستينا كمان جريمتها إنه مسيحية حبت شاب مسلم. شايف قديش هن مجرمين؟ شايف شو هالجريمة؟ روقي هيدا، روقي روقي حبيبي روقي. أنا حذرته، حذرتهم، قلت لهم بلاها، قلت لهم طلعوا فيي انا ليكو كيف صار فيي. انا جوزي قتلوه ليكو حالتي، كل يوم بموت 100 مره. ما بقى بدي حب، صرت خاف من الحب، صرت اكره الحب. ما بقى بدي حب بودي على مأزين. ما بقى بدي، ما بقى بدي، ما بقى بدي. لك انا شو حمار ناصر، لك شو حمار، لك أنا شو حمار، عم برجع حب، عم برجع حب من جديد. بتحبيني عايدة؟ قولي إنك بتحبيني، قولي إنك بتحبيني. بحبك وكل يوم عم بتعلق فيك زيادة. بحبك وعارفة إنه في مأساة رح تجي من وراء هالحب، بس بحبك. دخيلك يا ابني، بنتي ما خاصة بحياتها ما أذيت نملة. ما تخافي يا ست، تحقيقه بس الله لا يوفقه اللي كان السبب. علق علينا وما عاد تركنا حتى بلانا فرد بلوي. مين رح يرفقها التحقيق؟ أنا برفقها. لك أنت بدك ترفقها؟ أنت بدك مين يرافقك؟
فز على الدكان عيط لخيك ساسين قل له يجي بسرعه لكتير طيران. انا جاهزه. انطري 5 دقائق ليكون وصل خيك. تفضل تفضل يا افندي ارتاح. اتخنقت مع اهلي لانه بحب بنت مسيحيه. هددني بي انه ياخذ كل شيء. مشان هيك سكرت البيت والمحل وردت له كل شيء اعطيني اياه. النهار بالذات وين كنت؟ كيف بلش نهارك؟ كل القصه انه ابن عمي جريس اللي عايش بامريكا من سنين اجى على لبنان وكان بده يتجوزني ويفل. بس انا بهالفتره كبرت وما عاد بدي اياه. ولما رفضته فقد اعصابه. شو خص ابن عمك بمقتل ابونا؟ انا رفضت جريس لانه بحب شاب اسمه احمد. المتهم الاساسي بمقتل ابونا. احمد ما خصه. جريس هو اللي دبر الحادثه ليتهم احمد بقتل ابونا ويكبه بالحبس. شو خص الابونا بالقصه كلها؟ الابونا وقف مع اهلي، كان رافض ان اتجوز شاب مسلم. واكيد جريس استغل الموضوع. هذا شعره فلسفي. ما في دليل من اللي عم تقوله بيقدر يقنعني انك انت ما قتلت الابونا. سيدنا شو قصدك دليل؟ فسر لي. يعني بلحظة اللي انقتل فيها الأبونا أنت وين كنت؟ قلت لك كنت ببيروت طالع عند عايدة. كان في كاميون ماشي وراي ومحمل معدات الشغل. وين شوفير الكاميون؟ ما بعرف وين هو، ما بعرف من هو. حمل معدات وطلع. قبض مصرياته وفل. ليش بدك إياني صدق الخبرية اللي عم تقلي إياها؟ مش يمكن التقيتوا على الطريق زيتها؟ ما زالكم طالعين من نفس الطريق. يمكن التقيت انت والابونا وتخنقته وقتلته. الابونا ما كان عنده حدا غضبان منه الا انت. ما حدا له مصلحه بقتله الا انت. ما كان عنده اعداء غيرك انت. انا ما عندي اعداء. اذا حب شخص من دين تاني جريمه، ايه احمد مجرم وانا كمان مجرمه. حب شخص من دين تاني مش جريمه، بس إذا بدنا نعمل شو مكان نغطي على أفعال بشعة نحافظ على هذا الحب هون الجريمة. من يوم ما حبينا بعض أنا وأحمد ما بحياتنا عملنا شي غلط، بالعكس كل شي كان حلو بيناتنا. في شهود عم بيقولوا إنه كانت ردة فعلك كتير عنيفة وقوية برات الكنيسة، خاصة لما أبونا حكى عن زواجك من ابن عمك. بل أكثر من هيك، في ناس قالوا إنك طولتي بالحكي على أبونا، قلتي كلام قاسي. إيه كانت ردة فعلي قوية لأنك بدي حافظ على حقي. ولا دين بيقبل يجوز بنت غصب عنه. أنا قلت ما بدي جريس، ما قلت اقتلوا لأبونا. رح تبقى محجوز عنا حتى تعترف بكل شي صار. ما عندي شي اعترف فيه. اعطيني رقم المحامي تبعك. ضروري توكل محامي لأنه وصلك صعب كتير. لازم اتصل بأهلي كمان، لازم يعرف انه انا هون. بطلب منكم تستجوبوا ابن عمي جريس، اكيد له ايد بهالقصه، بترجيكم تستجوبون. وخيي سيسيان كمان اكيد بيعرف اشياء كثيره، استجوبون اثنيناتهم. الله. عبد الله. عبد الله روح شف لي اذا رجعوا من التحقيق. روح. عم اشتغل بي. اذا اجوا تجي تريز بتخبرنا. ولك روح خلصني. مش كل ما اطلب منك شيء تعمل لي فرمان. مش شايفني روحي صارت براس النخيره؟ لك طير. لك حاسس ضغطي صار 25؟ لك طير من وجهي. أهلا وسهلا فيكم. أحمد قال لي إنكم جايين،
حضرت لكم الغرف. يسلم ايديك. وينه احمد؟ احمد؟ احمد اعتقلوه اليوم. شو؟ اعتقلوه؟ شو يعني اعتقلوه؟ رجعوا امي؟ ما حدا رجع. الله يستر. يا يسوع تشفع فينا. وين تريز؟ تريز راحت تفتح الدكان. تكان رجع ساسين. الولاد عند سيدي والدكان مسكر. طيب انا راجع على الشغل. بعد شوي بتطمن اذا رجعوا. عبد الله تقدرني شو بك؟ ليه زعلان ومقهور ووجهك منقوف؟ لا امي ما في شيء. انا كثير مبسوط. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. روقي يا ام احمد، خلينا نفهم شو القصه من الزلمه. ولك شو بدك تفهم يا فايق؟ ابنك متهم بجريمه قتل. احمد متهم بجريمه قتل. ولا ممكن ولا ممكن يا عمي. مش عم بفهم، متهم بقتل مين؟ قال انه متهم بقتل خور الرعيه، ابونا يعني. ابونا؟ احمد بده يقتل ابونا؟ ليش؟ احمد ترك سوسن من تعمنا ينغرم بوحده مسيحيه، ليش بده يقتل ابونا؟ ليش؟ انا لازم امشي. سنة انت خليكي هون، مش رح تروحي معي. اكيد الحاله بالوال بتكون هناك. ايه مش ناقصكم مصيب أكتر من هيك، ما هيك؟ مش هيك قصدي. تأخر الوقت، خليك هون الليلة وروح بكرة. لا معلش، لازم روح. كريستينا لازم تعرف إنه أحمد انلقط. صح، سلم لها كريستينا. وصل، بالإذن. الله معك. أعطت شيطان لكن ترجعت. كامو، ما راحت شيطان وعزي بالطنط. أنا كتير انبسطت اليوم إنه أنا والياس سكرنا بيت بيروت وجينا لهون. هلا أمي بتكون راحت لهونيك وما لقتني وعرفت أني تركت البيت. كنت تركتها قبل ما تتركني. ما تركت إلا لما جيت تودعني قبل ما تسافر. مسافرة؟ إيه. راح هي وأختها على آخر الدنيا وتركيني هون لحالي. هي مفكرة اني رح ابكي وانهار، بس انا كتير انبسطت. انبسطتي انها فيلي هي واختك وما بقى رح تشوفيهم؟ ايه. اصلا ما بيهموني، ما بشتاق لهم وما بيشتاقوا لي، واصلا انا ما ربيت مع اختي لحتى تشتاق لي واشتاق لها. خي هيك احلى بكتير. في احلى من الحرية؟ ما في احلى من الحرية، ما في احلى من الحرية. انا هيك بحب دايما اكون حرة، وكون بحب كون مقطوعة من شجرة. عن جد؟ أنا بحب كون عن جد مقطوعة من شجرة، عم تفهموا علي؟ ما بحب كون معلقة بولا مطرح، ما بحب كون معلقة بعيلة، ما بحب كون معلقة بدين، ما بحب كون معلقة بطايفة، ما بحب كون معلقة بأصحاب، ما بحب كون معلقة بأم ببي بأخت، ما بحب كون معلقة بالحب أو بحبيب أو بحي الله شيء تاني. أنا هيك بحب. بحب ضلنت من مطرح لمطرح ومن بيت لبيت. هيدي هي سعادتي، عم تفهموا علي؟ في مي سخنة فوق؟ ايه المي سخنة منيح. تعال لكن رح اطلع اتحمم، يمكن ريحتي شوي طالعة.
سوريا. تشاو. نايما سلف. كذابة. كل اللي عم تقوله كذب بكذب. يا ريت تكون كذابة. اللي عم بتقوله قاسي كتير لبنت بعمرها. صوتها عم يقول شيء وعيونها عم يقولوا شيء تاني. حرام هالبنت، معذبة ومقهورة من جوا. ها؟ هيدي قصة تالتي. لازم كمان تعطيك إلهام واسع. سنة والياس بقعدتك هون مش بس رح تكفي كتابك، رح تألف قصص كتيرة كمان. رح أحضر العشاء. ياس بيت البونة يوسف يا كريستينا، بيت البونة. صلحنا أنا وياه قبل ما يموت. عشي إجا لعندي الياس صلحني واعتذر مني. مش أنا السبب بموته، مش أنا ولا أحمد. أنا وياك بنعرف يا كريستينا، لأنه بنعرف أحمد منيح. بس الناس ما رح تصدق، تهمي لبسته لبس مش مزبوط. وصل لعند عايدة مؤخر من بعد ما مات لأبونا. وقت صارت الجريمة ما حدا بيعرف وين كان. ما في أدلة على براءته. ما رحت شفته قبل ما تجي لهون؟ لا ما شفته. ما رحت لعند عايدة؟ رحت لعند عايدة بس ما شفته. اليوم اعتقلوه. شو؟ Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. عندك خيار من اثنين، يا بتقومي بترقصي معي هلا، او بدي خبرك قصة حياتي وبسرد لك شو عم بعمل ببيروت. شو رأيك؟ La cause.
ريحة البيض المقلي مديت امساسين لا يعلى عليهم. تفضل حبيبي، صحتين وهنا. يلا هات نشوف. شو وانين عروس؟ بقودتها ما بدها تاكل. شو هالحكي هيدا؟ قوم جيبها بالقوة. جربت ما بدها تاكل. بلا بدها، مش رح تقضي كل عمرها بالأوضة. عبدالله قوم الحق خيك وجيب مرتك لتتعشى معنا. لك قوم تحرك. مش رح اقبل اكل ولا لقمه الا اذا كنت قاعده معنا على الطاوله. عم تبكي تريز؟ حاسه حالي كثير وحيده. لا مانك وحيده، مش رح خليك تكوني وحيده ابدا. يلا خلينا نطلع نتعشى كلنا سوا. معقول انت ترك مرتك عم تبكي لحالها هون وانت عم تتعشى برا؟ بس تركتها ما كانت عم تبكي. ايه بس لما سألتها ليش قاعده لحالها هون دغري بلشت البكي. ليك ليك انت شي مقهوره لانك مش عم تهتم فيها منيح. قرب قرب رضيع، انت عريس والعريس لازم يراضي عروسته. يلا نحن ننطريكم على العشاء. تريز ليش كنت غامرة ساسين؟ ما كنت غامرته، كنت بحاجة لحدا يوقف حدي مثل خيي. بس وساسين مثل خيي بتعشوا برا، بتعطي ناكل معهم. أنا ما بقدر هيك، ما بقدر أتحمل السكوت أبداً، بدي إياه، بدي أخلقه. عم بفكر بأحمد، شو بكون عامل هلأ؟ إنه شو بدي يكون عامل هلأ؟ بيكون زيتينه بهونيك مطرح معتم ومسكر وريحته بشعة. فيه سكوت، فيه كتير سكوت، بس سكوت هونيك مش مثل سكوت هون. سكوت هون فيه صوت، السكوت هونيك بشع بخوف. لما الواحد بزتوه بهيك مطرح بحس حاله وحيد، بحس حاله وحيد وكأنه هو الوحيد اللي موجود بهالدنيا. بحس كأنه هو بكوكب والناس كلها بكوكب تاني. فجأة لما بزتوه بهيك مطرح بحس حاله وقع برميل غميق كتير ما حدا دريان فيه، وإذا بيحكي كلمة بينعز من صوته. انت انحبست شي مرة؟ انا انحبست كل طفولتي،
انحبست بالشتا مع غير ولاد وبالصيف انحبست لحالي. فيي اسهر معك شوي او بتنزعجي؟ اكيد فيكي. انا ما صار لي احكي معك تراز ولا قلك مبروك. ما تاخذيني، كنت مشغوله كثير بحالي وبمشاكلي. ما تعطي الهم. اصلا انا حاسه بالذنب لانه وجه طلع نحس على عائلتكم. ليش هيك عم تقولي؟ لانه هيدي الحقيقه. بعرف انك بتعرفي كل شيء عني. انكم اعترضتوا على زواج عبد الله مني. يمكن هيدا حقكم. بس بتمنى انك تعطيني فرصه جديده وتحكميني على الحاضر مش على الماضي. هي انا جيت لهون افتش على الوحده والسكوت لأقدر انهي روايتي. انت مجوز ناصر؟ سوري قلت شي غلط؟ لا بس فجأة اكتشفنا انك حشرية، مع انك عاملة حالك ما همك شي ابدا. لا صدقني ما بيهمني شي ابدا، بس ما بعرف ليه طلع عبالي اسألك. بعتذر إذا دخلت بشي ما بيعنيني. أنا بدي أحط فحمي للأرجيلة على النار. أنا قصدت أسألك وقلت لي عايدة. أنا بعرف إنه في شي بينك وبين عايدة، بعرف إنه هي ما بدها تسألك. أختصر الطريق وأنا بسألك. حرام عايدة، عايدة كتير معذبة، مش ناقصة عذاب بقى. عبد الله مش عم بيقرب مني، ما كأني مرته. بعد ما صار شي بيناتنا طولي بالك علي ليستوعب الكفة اللي أكله. عبد الله إنسان وإنسان حساس، انتبهي. عبد الله ما بيحمل ضربات كبيرة ورا بعضها، بيقدر يأذي حاله. انتبه تراز، أنا بحبه كتير لعبد الله، مش حقبل حدا يأذيه لو مين ما كان يكون. حطيت الفحمة على النار. عم تقرقلي كتير عايدة، ما بسهولات. لك منيح ما عندها إلا هاللزة، بدك تقشطها إياها؟ نعمة بقلبها هالحياة، كل شي حلو طيب بدر، ما هيك؟ ما فيك تكفي هيك يا بنتي، عم تقتلي حالك وتقتليني معك. بيي معقول يكون احمد قتل لابونا؟ ما بعرف يا بنتي، ما بعرف. انا اصلا ما عاد عم تعجبني تصرفات احمد ابدا، منشان هيك عم فكر انه انا وياكي ننسى ونستغل هالفرصه اللي هو فيها بالحبس ومتهم بجريمه قتل، ونقول قدام الناس أنا وياكي إنه ما عاد إلنا الشرف نناسب هيك شاب، وننسى مشاكله مع هيدا اللي بيحبها، يروح ينضرب يتجوز مين ما بده ويعمل اللي بده إياه. لا مستحيل، أنا قبل أحمد يتجوز حدا غيري، مستحيل. يا بنتي أحمد عنده مشاكل كتير، أصلا هو مغير معنا أنا وياكي، بيطلع الضيعة وبينزل ما بيمرق بيقول كلمة مرحبا حتى. أحمد ما بيحبك. بس أنا بحبه. طيب إذا طلع عن جد مجرم وهو مسؤول عن هالجريمة؟ أحمد ما أنه مجرم، مش معقول. أنا بعرفه منيح، أكيد راح يطلع براءة، أنا بعرفه منيح. طيب إذا طلع براءة واختار البنت المسيحية اللي بيحبها، شو فيك تعملي؟
بده الحالة. اوعى اوعى تعيدي هالكلمة مرة تانية. شو بك ما عم ترد؟ ما فينا نعيش سوا بالبيت ونتحذر على بعضنا. لازم ناخد موقف ونقرر شو لازم نعمل. شو لازم نعمل يعني بيي؟ إيه اللي شو لازم نعمل؟ طرح اللي قدمته لبتعمي هو الحل الوحيد لحتى نفض القصة سلميا. هيدا اللي اسمه أحمد بينزت بالحبس، وأنا بتجوز كريستينا ومنسافر. وإذا صار غير هيك، إذا ساسين والياس وكريستينا بيوقفوا ضدي، القصة رح تكبر كتير. أنا رح علي التهديد، ما حدا بيعرف وين بنصير. كريستينا راحت امبارح على التحقيق وما بعرف شو قالت. يمكن تكون جايبة سيرتي، يمكن ما تكون. ما بعرف شو حكت هي وأهلها كل الليل. يمكن يكونوا أنا عوض مشروعي، ويمكن قبلت. مين بيعرف؟ طبعاً يا حبيبي، هيدي بنت عمك وهول ولاد عمك، مش معقول يوقفوا مع شاب غريب ضدك. الدم ما بيصير مي. إن شاء الله. قومي حضري لنا لقمة لأن كلها قبل ما نروح على المطحنة. أنا ما بدي أكل، بدي ألبس ثيابي وأتمشى صوب ساسين حتى دس النبط. مرحبا. شو في؟ شو المشكلة؟ ابني ما له خصة بشي. حروبة يروق موري يا خبي. انت شو قولك؟ انا اذا بدي افكر منطق بقول انه جيريس إله يدي باللي صاب الابونا. انا هيك حاسه كمان. كل شيء إله ساسين معه حق فيه، بس ما فينا نعمل شيء. انا كل همي هلا كريستينا. ما بتعرفي قديش ضابط هادي عنا تما اقبرها. كيف كيف بتحب شاب مسلم؟ كيف بلا هالحديث هلا. الله يرضى عليك يا روكوس، القصه خلصت خلص، انساها واسترها. أنا ما بدي أخسر بنتي كرمال قصة طايشة. ما أنا شو اللي مسكتني؟ الجرسة والفضيحة. الله يخلصها على خير إن شاء الله. لوين أخدينه؟ قلت لك يا عم على التحقيق. ما تعطى الهم، ما في شيء بخوف لهلأ. لا هلأ ولا بعدين. ابني ما دخله بشي. ابني جاي يصيف هون شهر بلبنان ويرجع لأمريكا. ما عنده خبر بشي شو اللي عم بيصير هون بهالضيعة. هلأ بيقول كل هولة بالتحقيق، ما تخاف. انتبه يا ابني. كريستينا ما في غيرها، هي شهدت علي بالتحقيق واتهمتني. تفضلوا. كريستينا تعمل هيك؟ اذا بدقوا شوكة لابني ما رح خلي ابن مرة واقف على جراي، فاهمة؟ ما رح خلي ولا ابن مرة واقف على جراي. وين رايح؟ ابو جريس هاي قوم واقف عندك زيارة.
بيي شو هالقصة هيدي؟ مين هو هيدا الأبونا؟ وليش أنت متهم بقتله؟ وشو خصك بالأبونا؟ ما خبركم الأستاذ منصور؟ مثل ما بتعرفوا إنه أحمد على علاقة ببنت اسمها كريستينا، والأبونا بكون خور رعية بضيعتها، وما كان موافق أبداً على زواجه منها. أنا كنت مأكد إنه كريستينا لها علاقة بالموضوع. كريستينا ما خصها بيي. مين قصته لك؟ روق أبو أحمد، روق. الصبي واقع بمصيبة، بدنا نشوف كيف بدنا نظهره منها، مش وقت معاتبة هلا. هيك بدنا نضل عبد الله؟ هيك مثل ما نحن عايشين، مثل كأنه اثنين ما بيعرفوا بعضهم بس عايشين مع بعضهم. أنا مرتك عبد الله، أنا مرتك وأنت جوزي، ما بيسوى نضل هيك. كل هون بالبيت ملاحظ هالشي، حتى كريستينا مبارح قالت لي. شو قالت لك كريستينا؟ شو قالت لك كريستينا تريز؟ روق عبد الله شو صار لك؟ عم بيضحكوا علي ما هيك؟ قولي تريز عم بيضحكوا علي؟ عم بيقولوا إني مشدوب بحمار وإنك انسحبت علي. مش هيك تريز؟ قولي. عم بيقولوا اني ضحكت عليك لحتى تحبني تتجوزني وتسترني. عم بيقولوا اني استغليت انك ضعيف قدامي. لا مش عم بيقولوا هيك. انا بعرف شو عم بيقولوا. عم بيقولوا انك انت استغليتيني لاني مشدوه. ما هيك تريز؟ قولي. إذا بتندق شعرة من رأس ابن جريس لأرتكب فيكم جريمة كلكم سوا. هيم ليش عم تصرخ؟ شو فيه يا خيي؟ شو فيه؟ شو فيه؟ سأل بنتك الفلتين اللي بلا مربع. شو فيه؟ احترم حالك يا أبو جريس، عم تحكي عن بنتك. بنتك؟ بنتك اللي هربت من بيتك 100 مرة ورجعتها. خلصنا بقى عمي، إذا بتريد احترم البيت اللي أنت فيه. البيت اللي أنا فيه؟ طبعاً، ما توخزوني يا ملوك يا أمرا. شي شحدين، شي فلتنين، شي مجديب. شو؟ مجديب؟ أنا مشتاق، أنا مشتاق، أنا مش مشتاق. لا 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 علينا بالوهم نبقى مساجين.